الناس بوجوب الحسن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، شاهد المبشر النذير، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا البروفيسور الدكتور عبد القادر بن عزوز. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا عبد القادر مرحبا بك. مرحبا أستاذ. عودة ميمونة. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أمين أمين. الله يحفظك. بارك الله فيك. هلا سألوا مباشرة عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر من مقرها بنادي الصنوبر البحري بإقامة الدولة. علمنا الله سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى في القرآن الكريم، ذلك أنه سبحانه وتعالى تواب عفو عليم. قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. صدق الله العظيم. ويعفو عن السيئات. شيخ. شكرا أستاذ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى، وجاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بالحسنة تكتب له بهمه، يعني مجرد الهم، مجرد الفكر، مجرد النية، وإن عملها فتكتب له أيضا، تضاعف له هذه الحسنة، والله يضاعف لمن يشاء يعني. وإذا هم بالسيئة هم مجرد الهم فلا تكتب عليه، وإن فعلها تكتب عليه سيئة واحدة أو تكتب عليه سيئة، اللهم باختلاف إذا كانت صغيرة أو كبيرة، المهم تكتب عليه سيئة. فهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فهذا رحمة وعدل من الله سبحانه وتعالى لعباده. إذن مجرد الهم بالخير عليه يعني بمعنى يكتب للإنسان له حسنة، وإن فعل تضاعف هذه الحسنة، ومجرد الهم ما لم يكن ما ولم نجد له عزمة، لأن مجرد لأن حد نفرق بين، لأن النفاق مثلا لما يعاقب المنافق؟ يعاقب لأنه هو هذا حاله، لأنه هو يظهر شيء يبطن شيء. أما بالنسبة للسيئة التي نتحدث عنها وهي بمعنى العارضة، ليس بمعنى همه عمل السيئات، ليس همه إظهار والإبطان، إظهار شيء وإبطان شيء، وإنما هي أمر قد عرض له أو نية جاءته ثم لم يعمل بها. إذن هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته العلى صفة التواب، فهو التواب سبحانه وتعالى. ومدام هو سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه التواب، إذن فيدل بالمقابل أن هذا العبد مخطئ. صحيح. لأن حتى ينطبق الاسم على الواقع. صحيح. وهو أنه يتوب على عباده. إذن مدام هذا العبد يخطئ، إذن فهذا الشيء فيقابله وهو التواب سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. إذن إذا أخطأ العبد وارتكب سيئة، لما نقول سيئة بمقصود بذلك معصية، ثم
علم أنه قد فعل هذه المعصية، وعلم أن هذه المعصية كانت لها آثار، قد تكون آثارا قاصرة على الشخص وقد تكون آثار متعدية، وكلما كانت المعصية متعدية أو الآثار متعدية مثل الخير كلما كان متعدي كان أفضل، وكلما كانت متعدية. لهذا لما نقول صغيرة وكبيرة، لأن عادة الكبيرة يعني نقول أثرها متعدي ليس قاصرا على العبد. إذن فإذا كانت هذه إنسان إذن فعلم أنه ارتكب خطأ ما، هذا الخطأ إذن يقابله عقوبة في الشرع، إذن ثم علم أن له ربا كريما توابا، فنقول فراجع نفسه بأن عزم على ترك هذه، أو أن اعتقد في خالق سبحانه أنه تواب، فراجع إليه من خلال مراجعة نفسه ومن خلال محاسبة نفسه. من خلال ماذا؟ من خلال أولا ترك المعصية، يعني يترك هذه المعصية، ثم من خلال الاستغفار باللسان، أو الاستغفار من خلال العزم على تركها، والاستغفار باللسان من خلال الاعتراف بالذنب. لما يقول الإنسان أستغفر الله، قد يستغفر الله فيما علم وفيما جهل في بعض الأحيان. نعم، إذن فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الجانب الثاني، وهو العبادة، هو أن يستغفر ثم يترجم هذا الاستغفار، يترجمه عملا بإصلاح حاله السيئة. إن عصى الله بترك صلاته فهو يأتي ليصلي، أو نقول يصحح أمره بالصلاة. إن عصى الله بنقول بعقوق الوالدين فهو يقابله ببرهما. إن عصى الله سبحانه وتعالى بنعم كذا بالمحارم فهو يصلح هذا الشيء. إذن بحسب درجة هذا 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 التعدي الأخير. إذن فالله سبحانه وتعالى إذن هو يقبل التوبة عن عباده. إذن فهذه في بشارة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن هذه تؤكد هذا الآية القرآن الكريم يؤكد بعضه بعض. إذن ففيها بشارة لمن أخطأ، أن الخطأ الخطيئة ليست لصيقة ببني آدم، يعني الإنسان، لأن ربما في ديانة من ديانات الخطيئة هي لصيقة بالإنسان، لا، الإنسان يولد على الفطرة، لا يولد على أي خطيئة من الخطايا، وإنما بعد البلوغ هو الذي يرتكب أشياء صحيحة ويرتكب أخطاء، يعني أخطاء وكذا ويصحح. إذن فهو الآن فإذا تاب إذن بمعنى أنه يصبح من التواب، إن الله يحب المتطهرين ويحب التوابين. إذن وإن كان السياق الآية في جهة أخرى في الوضوء، ولكن الوضوء له طهارة مادية وطهارة معنوية، لأن الصلاة، لأن مآل الوضوء هي الصلاة، والصلاة هي استغفار وتكبير ودعاء وإظهار المذلة وإظهار الدعاء وتذلل لله سبحانه وتعالى وتصحيح ما فات، والصلاة إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما، أكيد ما لم تنتهك الكبائر كما جاء في أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهو يقبل التوبة عن عباده، من ارتكب من خطأ وراجع إلى الله سبحانه وتعالى وصحح خطأه، لم يكتف فقط بالاستغفار، لأن نداء نوح عليه السلام لما قال لهم قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، وما قصد مجرد الاستغفار، مجرد الكلمة نعم، وهو الاعتقاد بالقلب نعم، ولكن والتعبير باللسان والعمل بالله، نقول عمل الإنسان بالجناء، يعني قصد عمل بالأركان، يعني بمعنى لما قال ينسل السماء عليكم مضرارا وكذا والأشياء الأخرى تذكرها من نعم، هذه تحتاج إلى أعمال. إذا بالتالي فالاستغفار فيه جانب نظري مرتبط بالعزم على ترك المعصية، وفيه جانب عملي وهو ترك المعصية فعلا قولا أو فعلا، ومحاولة نقول تصحيح هذه الأخطاء. ثم الله سبحانه وتعالى وهو عليم بعبده فهو يعلم ما يفعل هذا العبد، أكيد هو يعلم ما يفعل هذا العبد. إذن فلهذا الآن الحديث بمعنى حتى الإنسان يسترجع لله سبحانه وتعالى، حقيقة جاء إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو فهو العفو سبحانه. إذا قبل التوب، إذا كانت توبة صحيحة، إذا كانت توبة مشروعة على وفق الطريق الصحيح، إذن فهذا يقابله ماذا؟ وهو العفو، فهو العفو سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نبه أنه يعلم، يعني يعلم ماذا ما يفعلون، يعلم ما يفعل، يعني بمعنى ما يفعلون من صالحين أو من طالحين، وما يفعلون من رجوع إليه سبحانه وتعالى أو فرار منه سبحانه وتعالى. إذا ابتلف حتى ينتبه العبد على أن
الشيء الذي يرتكب الإنسان الله مطلع عليه سبحانه، وإذا اطلع على الإنسان حتى يستحي، حتى لأنه الحياء شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء شعبة من الإيمان، حتى يستحي من الله سبحانه وتعالى ويتوب. ولكن نقول ما يقول أن السادات من العلماء، وهو الإنسان أنه غير معصوم من الخطأ سبحان الله، فالخطأ وارد علينا أو عارض علينا، الخطأ نتكسبه في حياتنا، ممكن كما نتكسب الحسنات أو الأعمال الصالحة فيمكن أيضا نتكسب بالمقابل الأعمال السيئة. إذن ولكن ليس الخطأ في التكسب هذه، لأن هذا ممكن عارض لنا، لأن هذا هو الجانب الاختياري في الإنسان، أنه قد يعمل كذا ويعمل كذا صالحا أو سيئا. ولكن الشيء الذي المهم في ذلك وهو الذي نحاسب عليه في هذا الجانب الاختياري في الإنسان، وهو أن يعلم أنه بإمكانه أن يصلح خطأه، بإمكانه أن يستدرك. إذن فعندما يستغفر الله سبحانه وتعالى يعتقد أن الله أن له ربا توابا عفوا كريما، إذن يحصي أعماله، فإن كان حسنا فحسن وإن كان سيئا فسيئا. فالحمد لله على هذه النعمة، وهي نعمة التوبة ونعمة العفو، فالحمد لله للتواب العفو الكريم سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور عبد القادر بن عزوز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون، صدق الله العظيم. على بركة الله أيها السادة، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع للانشغالات في هذا الفضاء المبارك. برنامجكم هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، وعلى المباشر عبر قناتكم الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. يونس على بركة الله، نشرع في استقبال المكالمات والاستماع لانشغالات السادة المشاهدين في هذا الفضاء المبارك. بارك الله فيكم، شكرا. هذه أرقام التواصل، تفضلوا بالتواصل معنا، نسعد أن نتعلم مما تطرحون من أسئلة ومن انشغالات في هذا الفضاء المبارك. أيوة يونس على بركة الله، شكرا. سي الحاج مولودي، ناس بليدة أمل، لاباس أختي، مرحبا الحمد لله. أنا عندي سؤال، شوف أيوة. أنا يا لوبة الحسين جات طفلة صغيرة بالك 20 سنة حتى تزوج، أيوة جدا دقت قالت الباب استقبلتها طيبتها كامل، وبعد كي كنشوفها ما حبتش تقول لي أنا مش تحتاج، حوشت على راجلي، دخلت قبل راجلي ولا تستنى معاه بشوية، يعني أنا لو كان قال شي قدرتني أنا بحال حنا راجلي باش ينزل، بعدين هذا الموضوع أثرني بزاف، بقى كنت راجلي حلفت له قلت له والله 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 لو كان نعطيها ما بيدو قلبك في الدار غيرها رحت، بقى كنت أثرت كشغل يعني كشغل شديت راجلي من صداقة، يعني كشغل بس أنا ضربتني أمري اللي ما قالتليش ليا، يعني أنا يا مرا وأنا مرا كون قالت لي ليا أنا اللي راح نكون راجلي. نعم. رحت باش يمثلها واش تطلب. شغل حسيت روحي ما قدرتنيش، كاع حسيتني بالشف عند الباب عند حاجاتكم، شغل غلطني أمري ما نحلف له، بس شغل دوك الضمير تاعي راهي مبني أنا على هزات هكذاك، خاطش أنا نحب الخير، نحب الخير بصح في هذا الموضوع، يا زارة أنني غلطة ولا لا؟ نعم. إن شاء الله ربي والله نحب الخير، نحب راجلي كيمثل، نحب فيك نحب الخير، بصح في هذيك شغل جاتني استغلالتها كيما يقولوا. لا لا. خير سيدة أمال، إن شاء الله خير. ربي يحفظكم يا خويا، يحفظ الشيخ، وإن شاء الله ربي يقويكم إن شاء الله، يا ربي يكفر إيماننا إحنا يا السلامة. يا رب الله يسلمك، وإن شاء الله يبعد علينا الشيطان إن شاء الله جميل. وإن شاء الله الشيخ ينورني برك هذا ما كان يا السلامة. بإذن الله سيدة أمال، بإذن الله تعالى إن شاء الله. مرحبا. ناس تقولت سيدة أم هاني. معليش غابت الحاج سيدة أم هاني، وتسامحنا إذا تأخرنا، فقط نحيي جميع مشاهدينا في جميع ولايات هذا الوطن، خاصة أن الأجواء الحارة في مثل هذه الأيام يعني تلزمنا جميعا بيوتنا، فكل الذين يلزمون بيوتهم متابعة لقناة القرآن الكريم، ربي يعلمنا ويعلمكم من هذه الجلسات النورانية على هذه القناة الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. والتحية لناسنا في تقورت وفي كل مناطقنا اللي شوية سخانة زايدة، ولكن خير وبركة القلوب إن شاء الله، والمحبة أسخن وأحر في محبة بعضنا البعض. أيوة الحاج وين؟ مشكون متيارت إن شاء الله؟ السلام عليكم. سي محمد مرحبا. الله يسلمك، سعيد، والسلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس وشلونكم؟ الحمد لله ستر الله الحمد لله. ما شاء الله شيخنا الفاضل. الحمد لله الله يبارك فيك رحم والديك. ربي يبارك فيك وياك ما شاء الله. يا ربي جميعا إن شاء الله. أيوه سي محمد. يا اخويا مرحبا بيه ومرحبا بيك. يسلمك يسلمك. هو ذاك هو كان عنده مشكل مع الزوجه تاعو وذاك طلقها بثلاث طلقات من الشغل قال متباعدين. ايوه. اي ذاك كان ذاك كان انسان تاع خمر وتاع مشاكل وتاع ذاك وربي عفا عليه الحمد لله ذاك ومضنا معاه ذاك وحاولنا ذاك واهتينا كما قال ذاك على ربي سبحانه وتعالى. يا الله. السي محمد كيف متبع يعني خلينا نقوله لما يكون في هذه الحالة يطلق ما هوش واعي يعني ما يكونش على وعي ما يكونش على وعي. طيب ربي يهدينا ويهديه ونحييه إن شاء الله. ربي ربي يثبته وقله قله يدعي لنا وندعو له جميعا ندعو لبعضنا لأنه إن شاء الله ندعو لبعضنا. طيب شوف سي محمد خلينا باش نكونوا واضحين إذا كان فيه إمكان تحط تخلي رقمك الهاتفي لزملائنا نتواصل يتواصل شيخنا تواصل معه بعد إن شاء الله يتواصل يتواصل معك بعد الشيخنا بعد البرنامج إن شاء الله. شكون متيارت إن شاء الله مرام الله يبارك يعطيك الصحة ناس شلف سيدة أم مرام سيدة أم مرام شلف الصالح. طيب ربي يتقبل منا إن شاء الله ومن جميع. طيب أختنا نادية من قسنطينة التحية والتقدير تطلب الدعاء منكم منكم ومنا إن شاء الله رب العالمين ربي يجعل القبول فينا وفيكم إن شاء الله. الواحد ما يعرفش من هو صاحب القبول عند الله ربي يجعلنا جميعا من المقبولين. ايوه ناس شلف سيدة أم مرام. الشيخ عندي سؤال. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. اي تفضلي. الشيخ انا متزوجة. طيب معلي سيدة أم مرام باينة أم مرام سيدة متزوجة ان شاء الله. خلي برك نقصينا التليفون التلفزيون نقصيه ربي يستر عليك ان شاء الله باش نسمعوكم مليح. انا ايوه زوجي قبل ما نتزوج به كيف قلت ما تاعي الهضره باللي تاع انت وانا بيتي وما هكا ما ادري كيف سمعت هكا بصح قبل باش نتزوج به قلت ما عليش المهم جاني مكتوبي والبعض كي زعما كي نتزوج به ولا أصلحه أصلحه أيوة المهم درت أنت عليا وتزوجت معاه ودرت معاه هذا العالي وبعد قال في نفس الحالة مع نتا برا بقى مع نتا برا وزيادة أنا ديك اكتشفت أنه هو معليش معليش سيدة أم مرة الله يرضى عليك ما تفصليش يعني خلي هذه أسرار بيوت. سيدة أم مرام الله يرضى عليك قلت لك ما تفصليش في مسألة ما يفعل الزوج أعطيني السؤال مباشرة. المهم يا شيخ راني بغيت ننطق فيك كان تعرفت عليه أنه دخل العمل تاعو بشهادة تاع الباقة المزورة. يا أخي جاوبناك على قضية الشهادة المزورة ما سمعتيش؟ لا مازال بالي ما تفتحش مليح يا شيخ. معليش خلينا في مسألة هذا نجاوبوا عليها ايضا وان شاء الله نجاوبك سيده ام مرام ولكن نصيحه اخي يا سيده ام مرام سمعي مليح سمعي مليح واش يقول لك الشيخ واشتغلي بتربيه الوليدات وصنعي الحياه لانه هذا الوسواس هذا يزيد يدمر البيت هذا اللي راك انت مشرفه عليه فربي يهدي سرك ان شاء الله. سمعي مليح لاني راني شافي مليح على الجواب اللي جاوبه لك الشيخ محمد يدير مشنان لا بس ان شاء الله لا بس لا 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 الحيره هذه لازم تخرجي منها يزيد يجاوبك شيخنا عبد القادر وان شاء الله ما نسمعوا لك غير الخير وادعي لزوجك
راكي سمعتي قبل قليل سي محمد متيارت اللي هذا الرجل عفى عليه ربي ويسر اموره وتاب وراه يستغفر. يعني كان شي خلني ميغور سعيد خلني الشيخ يتواصل معايا باش بدي نحكي معاه حولي امورات وحتى لداخل وراني في ماني مقطوعه ماني شفت لدارنا. لا بس لا بس خلي رقمك الهاتفي ان شاء الله ربي يهدي السر، خلي رقمك الهاتفي ويكون خير ان شاء الله سيدة أم مرام، وربي ربي يصلح هذا الزوج إن شاء الله ويصلح لك البيت هذا. شكرا شكرا سيدة أم مرام ومرحبا بك وبناس شلف جميعا. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. أسى الحاج الله يبارك فيك. ناس أضرار سيدة أسماء. السلام عليكم خويا وشرف لك. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدة أسماء. مرحبا. الحمد لله. عندي استفسار أخي. تفضلي. سبق واحد صديقة معايا عرض عليا واحد التطبيق. أيوا. كي دخلت لهذا التطبيق أنا كنت بهدف أني يعني تعليم التجويد في القرآن يعني. أيوا. فترى لي فيه يعني 5 أشهر تقريبا يعني، وما شاء الله تعلمت التجويد فيه يعني ما شاء الله هذا التطبيق. أيوة. ومؤخرا طلبت مني الاخت انه يعني لانه في هذا التطبيق قالت لي باللي يعني يشتغلوا فيه البنات يعني. ايوه فقل انا في الاول عرضت الفكره وقالت لي باللي لا يعني ما فيها حتى مشكله الفكره، بصح انا الفكره انه لما تكون تقرا قران يعني يدخلوا يعني هما يدخلوا في البرنامج داعمين يعني. أيوة. يدعموا يعني اي شخص يعني بيلاحظ يعني بيحكي، فلما بكون بقرا بالقران يعني بيدعموني يعني. ايوه. فهذا الدعم يعني باخر الشهر يتحول يعني الى مصاري. يتحول الى يعني مصاري يعني. اموال ايوه. نقود نعم. ايوه. فبدي اعرف يعني هاي النقود يعني اذا هي حلال ام حرام يعني، لاني عم بقرا قران وبجود يعني، فبدي اعرف هاي المصاري يعني لما بتوصل حلال او حرام يعني اخي كريم. ان شاء الله سيده اسماء ان شاء الله. شكرا اخي جزاك الله خير. الله يبارك فيك سيده اسماء، تحيه ليك والناس اضرار جميعا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. شكرا شكرا. ايوه الله يبارك. ناس بومرداس سيده ام نجيب. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. اش حبيت نسقسيك على الدواء. ايوه. باسكو ملابسي عند زوزوكا يوم العيد. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. تعازينا الخالصة. إن شاء الله. صافي حبيت نسقسي العدة استفسارا دوك عندي 16 يوم ما خرجش من الدار. أيوا. باش نحوس نستفسر وعندي طفلة صافي راح تستبيت إن شاء الله نقولوا حنا على شهر هذاك. أيوا. قالوا لي ما تروحيش معاها ما تزوريهاش دوك ما على باليش، انا حبيت نستفسر في هذا الشيء. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سيده ام نجيب، وربي يرحم الزوج ويقويك على اكمال هذه المسيره، وربي ان شاء الله يبقي يستر عليك وعلى وليداتك ان شاء الله. امين. تسمع الله يجزيك لكم كل خير. الله يبارك. تسمعي ان شاء الله الاجابه ان شاء الله. امين يا رب. امين. ربي يبارك فيك سيده ام نجيب. السلام عليكم. السلام. الله يهنيك. ربي يبارك فيك سيدة أم نجيب. ربي يبارك فيك. محمد صغير. السلام عليكم. أهلا سي محمد. شكرا يا أحمد لاباس. لاباس والله الحمد لله. حية كبيرة من ضايرة تماسين ولاية تبوك. مرحبا بناسنا في تماس. وقالوا البلح هذوك عندنا البلح راه زي باح. حنا نسموه الغيوان. حنا نسموه البلح. أيوا إن شاء الله. عندي سؤال باختصار خويا أحمد. مرحبا سي محمد صغير. السؤال الأول هل المسافر معناها باش حاضر حاضر. السؤال الثاني. ايوه. في واحد الشيئين في الصلاه يقول لك الاقتداء والاتباع في الصلاه، الاقتداء أيوة. والاتباع. هل مثلا يقدر الشخص مثلا والله مجموعه من الناس مثلا ماهمش حابين الصلاه وراء شخص معين. ايوه. قال لك تقدر تتبعه ولكن لا تقتدي به، يعني تقرا لوحدك مثلا هو يجهر لا تقرا لوحدك. واضح سي محمد صغير. ايوه تحيه كبيره للعمال تاع قناه كرحهم. الله يحييك سي محمد صغير بارك الله فيك.
تحية الناس تقرت جميعا إن شاء الله، وربي بقي ستر إن شاء الله. كنا فقدنا في بداية الاتصال سيدة من تقرت، سيدة أم هاني، ولكن محمد الصغير اتصل وتواصل معنا، ونحن بدورنا نسعد أيما سعادة أن نكون في هذا البرنامج جماعين لجغرافيا هذا الوطن، عندما يلتقي الشرق والغرب والجنوب والشمال على مائدة تعليم آي الذكر الحكيم، على مائدة تعليم فقه يعلمنا ديننا مع أصحاب الفضيلة. بارك الله فيكم وفي ثقتكم، ووفق الله شيوخنا للإجابة عما نشتغل به جميعا من أسئلة. على بركة الله شيخنا أستاذنا الدكتور عبد القادر، ربي يحفظك إن شاء الله. آمين. نبدأ إن شاء الله من سيدة أمان بليدة. سيدة أمان حكايتها أنها تحب الخير، وقد أدخلت بنتا من بناتنا اللواتي هم على عتبات الزواج، كانت صغيرة، وتقول لي أساعدها، غير أنها تحدثت مع زوجي وتمتمت معه حديثا أغضبها إلى درجة أنها أقسمت لو أنه يساعدها لخرجت من بيتها، قالت له نخليك الدار ونروح. طبعا هذه عندها تقريب يومين، اليوم راهي تشعر بالذنب، تقول هل منعت زوجي الصدقة، وهي من الناس المحبين للصدقة والمعاونة، لأنها تقول شعرت أن هذه البنت لم تحترمني رغم أن ضميرها يعني يوجعها. فبما تنصح سيدة أمال، سيدة وناس الخير الحقيقة في بليدة هي عنوان للخير وناس الخير إن شاء الله، فربي خليكم هكذا سيدة أمال، تفضل شيخ. شكرا أستاذ أحمد. هو وقع خطأ من هذه الفتاة، أخطأت. أيوة. نقول للسيدة نعم هي أخطأت. أيوة. لأنها من غير المعقول إنسان يدخل من إنسان يدخل البيت من الطاقة. أيوة. يدخل من الباب، بات البيوت من أبوابها. الله. دخل مدام استقبلتك السيدة هذه سائلة، تقول لها نحوس على فلان وتخاليه وتناجيه، حتى المناجات بكي يكون واحد معك ما تناجيش يعني هكذا، ماهيش من آداب المجالس، ماهيش من آداب المجالس، ودي ماش احنا ماهيش من جلسة، هذه جد داخل الدار. ايوه. فالاصل انها او اصل انها اول من تستفتح معها هي مولة البيت. ايوه. يعني انت تجي داخل الدار وتهضري معها، تقولي بنسحق فلان، وتروحي تهضري معاه وتقولي له بس هكا، اولا الشيطان يلعب، هذه شايش تقول له، بغض النظر على هذا الشيء الخير اللي على الخير اللي تحوس عليه هو اللي تطلبه، يعني لان لو لقاته في الشارع وقالت له حتى واحد ما حدا حوسها، ولكن لما دخلت للدار لا، كانت المفروض انها تتحدث مع مولات بيتي، قال اني جايه على هذا الشيء هذا هذا هذا، وهذا يعني رد فعل طبيعي، يعني مش معقوله، يعني مش معقوله يعني. ولكن بالمقابل نقول لها مادام انت عندك نيه الاحسان، وحنا نقدروا بالله انا غلطت ما عرفتش، احنا نقولوا باللي السائله نقولوا قدري باللي هذه البنت هذه ما عرفتش الاصول تاع المعامله، مازال صغيره، مازال صغيره، وحرصها على المصلحة تاعها أنها حبت توجه مباشرة إلى لم، فما ما راعتش هذه التراتبية هذه ما ترتب، فنقول هانتي يكون نهضر على العفو ويعفو عنك، فلأن هي أخطأت فأنت تعفو عليها، يبقى فقط الآن أنك تكفرين. أيوة. على بد من كفارة الآن، أنت مدام شتي باللي الأمر هذا باللي هو تاع خير، وباللي هذا مساعدة الزوج لهذا البنية هذه إن شاء الله ربي يكملها بالخير، أنه هو خير ليك وليه ولوليداتكم، فنقول مدام أقسمت بالله سبحانه وتعالى فلابد من التكفير، فلابد من كفارة إطعام 10 مساكين، طعمي 10 مساكين أو كسوتهم. أيوة. كي انتحير رقبة ماش عندنا الآن، إذا عجزنا عن إطعام 10 إطعام من الوسط اللي نأكله، أو الكسوة تاعهم، إذا عجزنا نروحوا للصيام 3 أيام. هذا هو، اذا انت يعني كفاره يمين، وان شاء الله ربي يجعلها من اهل الخير واهل السعاده ان شاء الله، يا ورب يوفقها للخير ان شاء الله ان شاء الله شيخنا. ولكن لابد من تصحيح خطا. أيوة. لابد الناس تعرف كيف تتعامل مع الناس، لما تدخل بيوت الناس، البيوت عندها اداب، هذه هي سيده البيت، فلابد تمر عليها، لو في الشارع مسكاته وهضرت معها كان عادي، ولكن لما دخلت البيت فمن غير معقول انها تناجيه، يعني كما نقولوا احنا بالدارجه تخاليه ولا، وهي مولة البيت هنايا، فهذا ما فيه يعني فيه نوع من الشك، فيه نوع من ماش حنا نقولوا هذه السيده شكت في مولى بيتها ولا، لكن لك الاشياء كل ما تكون ظاهره شفافه يعني هكا يكون فيها السلامه، يكون فيها الخير، لما تكون فيها شويه هكا يكون في الشك والريبه والعياذ بالله، والشيطان هذا هو المكان تاعو اللي
يقوم به. إذن أنا ذكرنا لها الحكم. نعم الله يجزيك بالخير شيخنا وأحسن الله إليك. وسيدة أمال خلوا البليدة عنوان للخير إن شاء الله ربي يثبتكم. وشكرا شيخنا على هذه الإجابة. ومحمد متيارت ويتحدث عن ابن عمه اللي ربي يهديه ويهدينا إن شاء الله. يقول بأنه كان كثير التطليق لأنه كشف هذا العالم كان يسكر ربي يعفي علينا وعليه والمشاكل إلى غير ذلك. راهو الآن يسمعنا الشيخ راهو هداه الله وقفوا عليه ولاد عمه وأهله ورجع للطريق. ما قولكم فيما سبق من طلاقه؟ ومدام الآن احنا ندعو للكلام اللي يقول وليد عمه هو وليد عمه يقول باللي كان يعني كان في واحد الطريق تاع خمر وتاع مخدرات على حسب اذا ما غلطش يعني قدام. وبالتالي كان يشرب هذه الشرب او يجيب هذه المهلوسات فاكيد انسان يكون عقله غايب. هناك من الفقهاء معلش فقط هذا كلام مجرد كلام يقولوه. هناك من الفقهاء من يعني ما يراعيش هذا الشرط يقول لك هو اللي ادخل المفسده على نفسه. أيوة. هو اللي حصل روحه في هذا الشيء دب راسه يتحمس وليته ماهوش طبع فيه. نعم لانه موش اصل هذا الاصل هذا هو اللي دخل على روحه في حكمه عليه بانه يقع الطلاق. ولكن هناك قول واللي هو اللي نقوله للشيخ اجتهاد يعني هو اللي موجود حتى عندنا احنا عندنا في المذهب موجود هذا القول. أيوة. عند بعض ويقول باللي اذا احنا ما هو وقع في الخطا بينه وبين مولاه ربي هو يحاسبه على الخطا تاعو هذا ولكن احنا ما نعاقبوش المراه والاسره من بعده. هو دار خطا لو كان في كامل قوى العقليه يتحمسوا ليتو بصح مادام كان خارج قوى العقليه وهذا تكليف كي نقولوا تكليف بمعنى مسؤوليه والمسؤوليه تحتاج الى العقل مادام ما كانش في عقله لا يقع الطلاق. ولهذا احنا نقولوا له الان بالنسبه لهذه الحاله احنا نهضوا على هذه الحاله مش نهضوا على مش نعموا الحكم الجواب موجه فقط لهذا الشخص مادام كان في الحاله هذه اللي ذكرها مخدرات ويعني وخمر فنحن ما نعاقبوش الزوج ونعاقبوا وليداتو بالذنب تاعو ذنبه بينه وبين مولاه يتوب عليه ولكن لا يقع الطلاق لان الطلاق يحتاج الى عقل حضور العقل. لهذا يقول لك لا طلاق في ولكن يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى لانه ذلك. ولكن هذا قلنا موجود هذا قول وهو الذي نفتيه به ان شاء الله تعالى وعليه الان ما دام الان نرجع للطريق يتوب يستغفر مولاه وينتبه على عائلته وينتبه على وليداته وربي يهدينا اجمعين للخير ان شاء الله. ان شاء الله شيخنا بوضوح شيخنا هل يمكن ان يسترد زوجته؟ هي من لم تطلق منه حتى يستردها ما زال زوجته. الله ما دام كان غايب يقول في ثلاثه في ثلاث طلقات ما يهمناش ولو 100 احنا ما دام اذا كان غايب العقل عقله غايب احنا ما نعاقبوش لا نعاقبه لا نعاقب الاسره وهو عقله غايب كي يكون جامع العقل الجامع للعقل تاعه نقول له طلقت مو جامع العقل تاعو نقولوا له انت مطلق. هذا محتاج الى علاج هذا يحتاج يدوه الطبيب يعني الطبيب كنقولوا مش بمعنى مش مقصود منه انه انسان ناقص عقل أبداً وانما المقصود بمعنى مختصين به يريح يتجاوز يتجاوز المرحله لان هذه تحتاج الى مرحله كاين علاج حافظ على زوجتك وحافظ على اهلك ويحافظ على دينه اكيد ان شاء الله يعني ربي يسقم حاله وحالنا ان شاء الله. الله يبارك فيك شكرا جزيلا شيخ عبد القادر. وها هي الإجابة سي محمد متيارت وإن شاء الله الإجابة تامة كاملة إن شاء الله حتى ما نتواصلوش من بعد يعني إذا ما اتصلناش ما تزعفوش علينا لأن الشيخ أجابة كاملا. بارك الله فيك. السيدة أم مرام مشلف شيخنا وهي قضية الحقيقة استمعتم إلى جزء منها تقول بأن زوجها وفي هذا الانحراف إلى غير ذلك وربي يصلح أحوالنا واعتقدت أنها بزواجها به قد تصلحه ولكن لم يحدث إلى اليوم. وتضيف مسألة أنه دخل العمل أو ترقى في مناصبه بشهادة مزورة فهل المال الذي يصرفه علينا حرام؟ والحقيقة كنت أشرت أن شيخنا محمد الدين مشتان قد أجاب وسبق وهي قالت لم أرتح للإجابة فأرجو أن تتم الإجابة اليوم وربي يعلمها الطريق. والله انا شوف انا نعاود نشوف واش نقولها ما اعجب به الشيخ محمد هو هذا الكلام ما عنديش كلام غير بعد كلامه يعني اللي قاله الشيخ محمد هذا هو. لسنا احنا انا لست قاضي تحقيق للشهادات ولا اي شيء وهذا الكلام يحتاج الى اثبات وانا مانيش قاضي لا مفتش الشرطه ولا قاضي تحقيق ولا اي شيء حتى اثبت ولست انا المثل الجامعه لان اي شهاده دير في بالك الشيخ احمد اي شهاده
كاين هناك يسمى توثيق الشهاده، اي شهاده واحد يدي شهاده يبعثوا للجامعه اللي عطاتوا الشهاده صحيحه ولا ما صحيحه. ايوه فبالتالي انا هذا الشيء، ولكن انا نصحها نقول لها حافظي على بيتك، وانت ما وانت حبيتي تغيري زوجك راكي ماجوره عند رب العالمين، تحافظي على وليداتك، ثم ما تكونش هذه المشكلات تخلقي مشكله ثانيه. ولكن نقول لك الكلام اللي قاله لك الشيخ محمد، والان الشيخ محمد راه في الحج الله يبارك ربي يردوا لينا سالم غانم، نقول لك الكلام اللي قالوا لك قضيه مقتنعه ولا مقتنعه، انت راكي تغيبي عقلك لانك حابه الجماعه. احتراماتي سيدتي، احنا نهضر بعض الاحيان انا يسالوا الناس وحاب الجواب اللي راهو في راسه هو، انا ما عطيتكش الجواب اللي في راسك، نعطيك الجواب اللي نقتنع به انايا كفي الشرع نقتنع به، اما الجواب اللي مقتنع به انت الله يسهل عليك. بعض الاحيان بعض السائل ويحب فقط انك تجاوبه على حساب واش هو في واش يحب هو. لا لا ما نجاوبكش واش تحب انت، انا نعطيك نصيحه، نعطيك طريق الدلاله على الخير، ولكن انت ترتضيه ما ترتضيهش روح لواحد اخر يفتيك، وهذا هو الحمد لله. هذه فتوى، هذا مش حكم قضائي، الحكم القضائي خلاص ما نهضروش عليه، ولكن الفتوى ما يعني ما ارتاحيش لكلامي، بين قوسين ما عجبكش كلامي، كاين غيري هناك الحمد لله، الجزائر من شمالها شرقها والشلف فيها من العلماء وفيها المشايخ وفيهم من العلماء ما شاء الله الله يبارك، يمكن ان ترجع اليهم ويعطوها الفتوى. ولكن لابد ما نكونوش دائما زعافنا، اننا دائما يعني الزعاف لي في عقلنا اننا نريده، احنا نقول لك انت حبيتي تغيري انت اجتهدي. أيوة. ادعي. اذا شتي روحك باللي انت عاجزه عن ذلك، الان يبقى قضيه رسم مستقبلك مع في الحياه الزوجيه هذه اللي انت ترسميه، حتى واحد ما يقدر يقول لك واش ديري، لان هذا هو الاختيار تاعك انت. كيما اختاريتي في يوم من الايام هذا الزوج وقلتي نغيره بحول الله، جيتي في يوم من الايام وقلتي عجزت، ولكن هذا يعجزك انت ولكن لا يعجز الله سبحانه وتعالى. اذا كان احنا اذا كان نلجا الى الله سبحانه وتعالى وندعو الله سبحانه وتعالى، واذا عندها وليدات ولا عندها بنيات دائما تقول لهم ادعوا الوالد تاعكم ربي يهديه وربي يصلح حاله الى اخره. وكثير من الناس كانوا في طريق ماهوش صحيحه، ولكن والله الحمد لله رب العالمين واللي يردهم وان بفضل الله ردهم ساهم الطريق. فانت اذا كان كل ما تقابليه تقولي له الكلام وتقولي له هو يقول الكلام، اكيد ما عمرها الحياه عمرها ما تستقيم. ولكن انا قناعتي ان الشيخ الكلام اللي قاله الشيخ محمد هذا هو الصواب. وربي يهدي القلوب، وربي ان شاء الله ربي يوسع خاطرنا وخاطرها، وربي ان شاء الله يغير هذا الزوج من الـ من الـ من المفسده الى المصلحه، وما ذلك على الله بعزيز. الله يبارك. ولا ذلك. كثير من الناس قرينا عليهم في التاريخ وكلي شفناهم كانوا سبحان الله كانوا الناس يعني يا سيدي هم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام قبل الاسلام. هم واش كانوا قبل الاسلام؟ فاني كانوا الناس يعني فاني اللي فيهم حاشا البعض، ولكن معظمهم كانوا فاني في الطريق ماشي. اكبر شيء كانوا على الشرك، اكبر معصيه وغيرها من المعاصي، ولكن بعد ذلك شوف استقام حالهم الحمد لله، وكثير من التابعين وكذا انشهروا عندنا وكانوا ايضا في المعصيه ولكن تابوا واصلحوا. فتوبه زوجك والله ما ذلك على الله بعزيز، انت تكثري له الدعاء، حاولي انك تجتهدي معه بقدر الامكان، ثم انت الان انت عندك نيه التغيير، وهذا خطا. احنا نعم احنا نجتهد، ولكن قضيه التغيير ماهيش بيدينا. احنا نقولوا هاو الامام المؤذن يقول حي على الفلاح حي على الصلاه، ولكن كان يجي كان ما يجيش كان هنا الان بمعنى كي يقول حي على الصلاه حي الفلاح كل الناس راح تجي تلبي الدعوه، كان يلبي كان ما يجيش. اذا احنا علينا نغرسوا الثمره، انت يا سيده تغرسي الثمره بان تدعي له، تدعو له بالاستقامه، تنصحيه الى اخره، تبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن قضيه النهايه ماشي انت اللي تصنعيها، انت ديري اسبابها، ولكن انت ثم هذا انسان، ثم الخلطه راه مخالط جو معين كما قلتي، مو سهل انسان يعيش حياته 10 سنين 20 سنه في جو معين باه يقتلع الشيطان باه يخليه يروح للجهه الثانيه للصالح، ولا ما سهله. فهذا وقناعتي انا الشيخ الكلام اللي قاله الشيخ محمد هو الذي أقول به، وربي يسر أحوالها وربي إن شاء الله يفرحها في ملبيتها إن شاء الله ويصلح حالنا وحالها. الله يبارك فيك شيخنا وأحسن الله إليك. سامح لي في هذا الصدد فقط. نعم. تذكيرا بما قال الشيخ محمد بن مشنان فيما تعلق بمال زوجها، قال لها بأن زوجك يتقاضى مالا على حسب الجهد الذي يبذله في هذه المهمة، لأن زوجها يخدم في نعم. في سلك معروف. قال لها هو يقوم بمهمه ويتقاضى اجرا، مساله الشهاده انت لا علاقه لك به، هو يصرف عليكم من هذا المال الذي نعم. يبذل من خلاله جهدا وفيما نصحتموه ك
كان الشيخ شيخنا محمد ديري يتوافق معكم في نفس النصيحة، هذا نقلا طبعا إليكم ما قاله شيخنا محمد ديري. بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخنا أستاذنا الدكتور عبد القادر بن عزوز. مباشرة إلى أضرار، ومنها أختنا أسماء. أختنا أسماء تقول بأن صديقة عرضت عليها تطبيقا لتعليم وتجويد القرآن الكريم، وتعلمت بحول الله شطرا لا بأس به من التجويد، غير أنها مؤخرا طلبت منها أن تقرأ لأن هناك داعمين، وهي لها داعمون كثر، ومن خلال ذلك يتحول الدعم إلى أموال. هل عندما نصرف من هذا المال حلال أم حرام؟ تقول أختنا أسماء. ونحن ننظر إلى الأصل، أنت وشك تديري سيدة أسماء، ماكش تغني ويدعموك الناس لو جاء دعم تاع غنى أو شيء يعني حرام، نقول هذا الوسيلة يعني المقصد تابع للوسيلة، إذا كانت الوسيلة حرام المقصد يكون حرام أيضا، وقد يكون المقصد حلال والوسيلة خطأ. الآن إذا كان هذا مقابل الآن يدعموه، هما تطوعا راهم يدعموه، يعني إذا تطوع يدعموه راه المشكلة، ولكن إذا كانت تشوفي بلي كاين محرجة من هذا الشيء فما ديريش. إذا تشوفي أنت راه في نفسك حرج، تشوفي بلي أن كاين النبي قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا تشوفي بلي أنك حرج بلي الآن هذا الدعم ما ولاش في القرآن الكريم، يعني عفوا يعني ما ولاش هو المقصود منه الدعوة إلى الله، ما ولاش المقصود منه وهو إسماع صوت القرآن الكريم خاصة في هذا الجانب، وقال نسوي عمر نسوي إذا ولا خلاص ولا أنا حرصي فقط شحال ولي عندي من الداعميني، شحال عندي من لايك، شحال عندي من كذا، خلاص نولي المقصود تاعي ماهوش هو أن هذا الكلام يوصل، لا المقصود تاعي هو شحال يكون عندي، كل ما نرفع كل ما يكون مدخول. نعم هنا تولي فيها كاين شبهة شوية، فسدت النية. أما إذا كان أنا معليش أنا كي نقرأ والناس تتعلم من ورايا وتتعلم ونقرأ مليح وعندي الأحكام مليح والناس تقرأ معايا وكاين داعمين أنهم يدعموا، هذا ما وراه مشكلة. كما واحد تجيب واحد تتعلمه ومثلا يعطيك مقابل ذلك أو يقرأ القرآن ويدي جائزة. أما إذا كان تشوف هي باللي شافت باللي أن فيها في نفسها شيء فلتترك هذا الدعم. ما تديش. الله يبارك فيك إن شاء الله، ربي يحفظك شيخنا وأحسن الله إليك. سيدة أم نجيب من بومرداس بدأنا نعزيها في وفاة زوجها اللي توفى يوم العيد، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزوله ويجعل البركة فيكم إن شاء الله. تقول بأن الآن 16 يوم من العدة، لم تخرج في هذه الأيام نصف شهر هذا من الدار. نعم. ستتزوج ابنتها بعد شهر تقريبا، ربي يوفقها، وستكون في العدة. نصحت لا تذهبي لا تفرحي بها لا تزوريها لا تتحركي لا تقومي بشراء لوازم لا تفعلي شيئا. نعم، فبما ننصحها وربي إن شاء الله يقويها. تفضل شيخ. ونسأل الله سبحانه وتعالى لزوجها وقد مات في شهر من أشهر الحرم الحجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم مثواه وأن يجعل مثواه الجنة وأن يجعل البركة فيها وفي أبنائها وبناتها. هذا من الأمر. الأمر الثاني أيضا نشكرها على شيء آخر، وهو أنها نهى أنهم عملوا بحديث النبي لا يحل مسلم لا يحل المؤمن أو نعم لا يحل المؤمن أن لا يحل المؤمن لامرأة أن تحد على يعني على 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 ميت فوق ثلاث إلا الزوج. نعم إلا زوجتين لزوجها 14 عشية. إذن فهي هم طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا شرع الله سبحانه وتعالى بأن من الإحداد بالنسبة للزوجة هي 14 وعشرة أيام، وثلاث أيام هذيك بالنسبة إلى الإحداد العام لأولاده، ثم الحي أسبق من الميت، هذاك خلاص انتهت مهمته في الدنيا، ولكن يبقى لابد هذه البنت هذه الآن هي مستقبلة حياتها، وليس يعني أن زواجها أنها تنسى الوالد تاعها. فالله يبارك فيكم. لكن يبقى الآن قضية تخرج ما تخرج، الآن شوف هو القاعدة، شوف أهم شيء في العدة هو أنها تنوي أنها معتدة. أهم شيء نقوله للسيدة تنوي أنك في العدة حتى تكوني مأجورة، تنوي بالله أنك هذه العدة لله سبحانه وتعالى، عبادة أنك في عبادة يسموها العدة، حتى هذا 4 أشهر و10 أيام يكون في كل يوم راكي مأجور على هذه العدة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية وهي أنها تشتني بالتزين، هذاك الزينة اللي احنا نعرفها، ما نقول هنا تلبس أي لباس، تلبس اللباس العادي، ولكن لباس ما تلبس لباس تاع الأفراح، يعني لا تظهر زينتها، هذا أمر مهم. الأمر الثالث نعم، وهو
لا تتزوج في هذه الفترة هذه، لا تتزوج يعني ما شرعا. ممكن ممكن هي تقول يعني ممكن يقول يعني خاصنا غير الزواج احنا، يعني لا ممكن انسان لا، ولكن هذا الشرع قال لك قال في هذه الفترة هذه ما يحل الزواج، لا يحل المرأة ان تتزوج يعني حتى ما يدورناش. نعم الخطبة التصريح لا يجوز، تصريحا لا يجوز، تلميحا ممكن، ولكن الخطبة التصريح ما يجوز، لان احنا ما نشوفوا قد يكون هذه اللي مات راجلها مولا 20 سنه، قد يكون 30 سنه، قد يعني بالتالي فالان الشرع يتحدث على 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 هذا. اذا قضيه الخروج والدخول هذا يحتاج الى الى امر اخر. شوف هو حتى احنا شوف الحياه التي تطبق على العده هي تطبق على يومياتنا. نقول السيده السائله الان انت لما كان مولا بيتك موجود على قيد الحياه، هل كنت تخرجي هكذا من غير بلا عبر كما احنا نقولوا بالدارجه؟ اكيد كان عندها، اكيد عندها حاجه تروح تقضيها وتجي. نفس الشيء الان عندها، عندك حاجه برا تروح تقضيها، عندك شيء عندك في البلديه شيء تروح تقضيه وما كاش ينوبك فيه، عندك شو نعم عندك حاجه عندك كذا في هذه الحاجه، عندك موعد مع طبيب الى اخره، مريض مثلا، جار مثلا، جار عفوا مثلا رحتي زرتيها وراها المشكله، واحد قريب العائله في نفس الحي في نفس المدينه توفى رحت عظمت له وراها المشكله، تعاون بنتها في نعم جهازها تعاون والمشكله انها بنتها تخرج معها وتقضي لها صوالح. اللهم الا اذا كانت حب يعني حب تخرج من الحرج تكلف وحده اخرى، تكلف عوض بها تروح هي بها ما يظلوش الناس، لان الناس لساناتهم طوال، لان الناس يقول لك شوفها وباباهم ما ارتاحش فيهم مازال ما بردش اسمح لي الكلمه تقول وراهم بيزوجوا البنت وهذو ما كذا ومفروض ياخروا، لان الناس لساناتهم طوال، يعني الناس ما تعرفش الشرع ولساناتها طوال وتتحدث بشيء مو شرعي. احنا نقولها بها ترفع الحرج، اذا عندك وحده زميله صديقه ليك او اختك او مثلا، احنا نفضل ما نقولش واجب، نفضل ان انك توكليها هي تروح مع بنتك هي تقضي، هذا افضل بها تقطعي كل ألسن، بها تقطعي حتى واحد ما يظل يهضر هذه الهضره الخاطئه حتى نهار الزواج. ونهار الزواج انا الان الزواج ها وذاك البنت هي جدوها ما واش فاش ندير دروك الان. ثاني نفس الشيء نقولها الان اكيد اذا كان انتم الان انت حاولي بقدر الامكان انك ما تروحيش لهذيك القاعه هذيك، لان اذا كان دير بنتك في لاصال حاولي انك تكلفي غيرك، ولكن اذا كان انت معليش او الافضل ان البنت تاعك تخرج من دارها ولا كذا، ولكن الحمد لله رب العالمين الشرع جعل التيسير وجعل الى اخره. اذا ما نقدرش نقول لها روحي المكان وما تروحش المكان، وانما نقول اذا كان بالامكان انك توكلي يعني غيرك هذا افضل، هذا افضل وهذا اسلم ليك. عند اختك توكليها قال انت قومي هكا وتكوني انت مرتاحه في ضميرك ومرتاحه، ثم بعدك مرتاحه اكيد امام الناس. يعني ربي يوفقها للخير ان شاء الله، وربي يسهل لها هذا يعني هذا الزواج لبنتها ان شاء الله. فرحة ان شاء الله، الله يبارك فيك. شيخنا سامح لي واحد السؤال برك نحس بالمجتمع شويه، هي مثلا تخرج وهذا عاده ان المراه تخرج بنتها من دارها، نعم يعني ممكن ما تروحش لل نعم ما تروحش للاخر، ولكن ان تخرج بنتها من بيتها، هو عاده هذا الاخراج ان تطلق الام زغروده، لا ما تزغرش، لا ما تزغرش، لا تخرج بنتها تخرجها، لا 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 زغروده الزغر يجي واحد اخر يزغروا في كاين ناس لواحد اخر الله يبارك، ولكن هي حتى انا اللي قلت لك حتى تقطع دال الالس من هذه ان شاء الله يا رب، فكاين اكيد بنت هذه عزيز عليها لابد شكون اللي يخرجها، الله يبارك تخرجها هي، الله ينور ربي ان شاء الله يقويها، والله امين والله يقطع لسانات هذا الناس اللي كثروا كلام، الله ينور المفروض الناس تعاونها على الخير تعطيها، قال احنا انا هنا احنا نوبوك ماشي تعطيها الاوامر ما يجوش ما يجوش ما يجوش ما يجوش، ومن بعد وهذه واش ندير مع بنت هذه؟ اروح عاوني، هما ما تقولي ما تفعلش هذيك سهله بصح واش ندير؟ اروح انت عاوني في مكاني، ربي ان شاء الله يسهل الامور ان شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا الدكتور عبد القادر بن عزوز واحسن الله اليك اجابه على السيده ام نجيب من بومرداس. سي محمد صغير من تقرت يقول هل المسافر وهو مسافر يفطر في السفر او مسافر، ام انه عليه أن يعقد النية قبل الأذان؟ قبل الطلوع الفجر لابد أن يعقد قبل الأذان، قبل نعم. ويصوم؟ لا لا، إذا كان هو عزم السفر والسفر رسمه مش بالضرورة يصوم، هذاك يصوم لي يا شيخ أحمد يصوم لي، هو مثلا قال غدوة نخدم أنا في أعمال شاقة، وأنا عارف بلي نتعب نبدأ الصيام تاعي، بس النهار اللي نتعب
اذا العشره نتعب اذا الوحده نتعب نفطر. هذه حاجه. اما بالنسبه الان هو راه اخذ داب الرخصه. ايوه ما دام الرخصه يديها بالصباح. ايوه يعني انا ننوي غدوه نسافر. أيوة. خلاص ننوي هذا في رمضان. في رمضان عامل نبيت النيه قال غدوه نسافر ما يهمنيش. قال انا من المغرب غدوه ان شاء الله نسافر رمضان ولا القضاء. عفوا هو ينوي يبيت النيه كما احنا نبيتوا النيه للاخر. هذه تبية النيه قد تكون من المغرب وقد تكون الصباح قبل رانا قبل ما ياذن الفجر نقولوا قبل ما يقول الفجر نبيت النيه موش نخرجوا من بعد نفطروا. لا لا ننوي ونقولوا اذا كان انا غدوه مسافر ان شاء الله وراني معول نفطر يعني. الله يبارك فيك ان شاء الله. في الصلاة قال هناك الاقتداء والاتباع. نعم. وقد فسره بالقول أنك لا تريد أن تصلي وراء إمام فيكفي أن تتبعه ولا تقتدي به. فهل هذا ممكن أو بالأصح هل هذا صحيح؟ واسمه سيد سائل سي محمد الصغير من تقرت. سي محمد الصغير ولاية تقرت ولاية جديدة ما شاء الله. الله يبارك. أنا أقول هذا صلي في دارك أحسن. أيوه. لو كنت إذا النبي يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام جعل ليؤتم به. يتم به بمعنى لو بدها تكون النية نيتي هي نية الإمام. وصلاتي هي صلاة الإمام. وأنا إذا كي يقرأ نسمع. حاول أدرك هو يقرأ في صلاة وأنا في صلاة. هذه واش من صلاة هذه؟ هذا ثم إذا أنت يا ذاك الإمام ثم إحنا نحن كما قال الحديث النبي صلي خلف كل بر وفاجر. ما دام الإنسان لا يدعو إلى فجوره ماهوش مفضوح في الفجور تاعه. يعني كاين فجور من فجور، كاين معصية من معصية. إذا كان ما وصلش لهذه الدرجة، وراه المشكلة نصلي معه. أنا صلاتي صحيحة. صلاة الجماعة صحيحة. لكن أنا ندخل الإيمان. هو رايح المعسكر وأنا رايح للمسان، ولا رايح هو يصلي الظهر وأنا نصلي واش نصلي أنا؟ هو يصلي الظهر وأنا نصلي العصر. هو يصلي العصر وأنا نصلي الظهر، واش منها؟ هو يصلي مع العصر ولكن يصلي واش نجا؟ وراه القيمة تاع صلاة الجماعة واش تولي القلوب الان القلوب وراها القلوب هل تجتمع القلوب يا شيخ؟ ابدا. احنا رانا الصف كامل وحنا هو راه صلي هاك وحنا صلوا فيه جا وانت تجتمع القلوب. صلاه الجماعه فيها تعظيم شعيره جماعه نعظم الله سبحانه وتعالى جماعه. ثم فيها هذا التعظيم فيها الاصطفاف لان اصطفوا الا تصفوا كما تصف الملائكه عند ربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصطفاف لان فيه التعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم الطاعة بالاجتماع على الطاعة. بس احنا مانيش مجتمعين على الطاعة. هو يصلي هاك انا مانيش مجتمع انا ما دخلتش معاه. هو ناوي حاجة وانا ناوي حاجة واحدة أخرى. ما يعجبنيش هذا الإمام بين قوسين مع احتراماتنا للإسلام. ما يعجبنيش بيوت الله كذا نروح نصلي في جماعة أخرى. وتكون نيتي مع نية الإمام. ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإيمان ليتم به أو هو يصلي هاك وأنا أصلي هاك. ثم احنا نشوف الإمام كرمز. هو الإمام هذا ما يخدعش الإمام هذا هو بشر كيما أنا كيما أنت هو كيما غيره. هذا ماشي كلام السي جمال احنا نهضروا فقط يعني. ثم كيف الأمة كيفاش تفترق الشيخ؟ تفترق بهذا السبب. لما نولوا حنايا احنا قالوا سمعنا وعصينا. احنا المفروض نقولوا سمعنا وأطعنا. احنا كي نقولوا سمعنا ها هو الناس تصلي معاه نولوا صافي الناس مع الإمام والناس ضد الإمام. يا سيدي أنا في بيت الله والذي جمعنا هو الـ هو الـ هو هي الصلاة هي تعظيم هذه الشعيرة وهي العبادة. إذا أنا صلي معه حتى إذا كان أنا بيني وبينه خلاف. هذا الخلاف هذا شخصي هذا الخلاف ماذا كذا ولكن صلاتي صحيحة وراها المشكلة معنا. فبالتالي هذا ما نقوله سي جمال هذا لا يستوي في مساجدنا وهذا يكون سبب الفتنة وهذا يكون سبب للتفرقة وسبب لابتعاد القلوب. هذه القلوب إذا كانت احنا شوف كي تكون القلوب مجتمعة رانا على الآخر تجتمع هذه وحدها وتجي البركة. ولكن إذا كان قلبي أنا نقول الله أكبر وقلبي ماهوش مع الإيمان واش من بركة تجيني؟ واش من سر تاع الصلاة تجيني؟ ثم حتى يعني حتى الآن هو كي يقول الله أكبر كيفاش يعني يقول الله أكبر أنا نركع وأنا مانيش معاه برحمة الوالدين أنا نحب نتصور دروكا هو أنا نصلي الظهر ويصلي العصر. ولا سيدي هو يصلي العصر وانا نصلي العصر بصح هو بنيته وانا بنيته واحد اخر. هو يقول الله اكبر كي يقول السلام انا ها راني زدت في صلاتي انا المفروض انا كملت قرايتي المفروض نسجد. صحيح. وعلاش ما نسجدش انايا؟ كيفاش منا نتبع في الامام كي يزد نسجد وانا كملت يعني خلاص قرايتي كملتها السلام كملت التشهد المفروض انا مادام نصلي وحدي علاش نرتبط على حتى يقول هو السلام؟
ولهذا شوف شوف في بعض يعني بعض حتى بعض الفتاوى الفقهية مع احتراماتنا ليها والله فيها تفرقة للأمة أكثر فيها من جمع للأمة. شوف سيدنا رسول الله قال صلي خلف كل بار نفاج يا أخي فجوره عليه وراء هذا اسمح لي مع احتراماتي وراء هذا الأئمة ونحن اللي وصلوا الفجور هذا والله ما شفناش والله ما شفنا فيهم ما سبحان الله ما شفناش الدرجة هذه الدرجة اللي يراها يعني وصلوا الفجور ولا حاجة ولا حاجة يا أمر خطأ وارد علي وارد على الإمام وارد كل علي. ابن آدم خطأ وإحنا هذه يبقوا ثم الإمامة رمز هذا رمز هو كشخص يبقى كشخص ولكن المنصب إحنا نشوفه له كمنصب ولكن لا ننسى إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا حديث في ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطرات وين يكون في قلوبنا شيء ولكن اجتماع الأمة على كلمة واحدة تجعل مني أنني حتى إذا ما كنت قابل الإمام نقبله حتى إذا ما نش راضيه نرتضيه ولا في صلاتي يعني ما في صلاتي فربي يهدينا هذا ما أعرفه وما أتعبد به الله سبحانه وتعالى يقيم عجبني في المسجد وروح الجامعة الثاني ما نصليش نصلي في داري بس عبين جي نصلي وراء الإمام هو يصلي العصر ونصلي العصر هو في جهة في جهة ما والله هذه ما الله يحفظك شيخ ما تركبش كما يقول العوام يعني ما الله يهنيك شيخ ربي يصفي القلوب إن شاء الله أمين أمين شيخنا ربي يجزيك بالخير إن شاء الله إجابة عن السي محمد الصغير من تقرت تحية للجميع إن شاء الله هذه ربع دقائق شيخنا نستفيد منها وكنا قد شرعنا وإياكم في الحديث يعني مقام الآية الكريمة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ودائما القرآن الكريم عندما نقرأه يذكرنا بصفات الله وأسمائه الحسنى وقد أشرتم أن الآية فيها التواب وفيها العفو وفيها العليم هذه الثلاثية في علم الله عز وجل كيف يجب أن نذكرها ونتذكرها لأن ذكر أسماء الله الحسنى ليست باللسان فقط بل بالقلب أيضا تفضل شيخ هو أكيد لابد للعبد أن يعلم أن الله محيط مطلع على 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 عبده أو على عباده ولا يخفى على الله شيء هذا لابد هذا البداية الأولى من هنا مطلع على ما يفعل العبد في سره وفي نقول في خلوته وفي ظاهره ما كاش خلوة بالنسبة لرب العالمين كله ظاهر كله ظاهر نعم كله شهادة يعني عليم هذا بالنسبة للمخلوق هو اللي عنده عالم شهادة وعالم الغيب يعني عنده شيء ظاهر وشيء خافي يقول هذه وراء هذا الجدار ما يعرفش وش كاين أو ما يعرفش من وراء مجالس ولكن الله لا تخفى عليه خافية إذن فليعلم فإذا علم أن الله مطلع على سره وجهره فهنا يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى ويستحضر أيضا في الآية أنه شرع لنا التوبة يعني بمعنى أعطى لنا الاختيار وأعطى حملنا المسؤولية وفي نسخة أيضا إن الله يقبل التوبة العبد ما لم يغرغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصل إلى الحلقوم إذن فبالتالي فالأمر هذا إذن قد أوكل الإنسان أيها إنسان ها طريق الحق أو طريق الباطل إذن فإما أن تمشي في هذه الطريق أن تمشي في الطريق وتتحمل مسؤولية فإن تحملت مسؤولية ورجعت وأنبت وتبت فإن الله سبحانه وتعالى أولا أعطاك الفرصة ثانيا ليتوب أعطاك طريقة التوبة علمك كيف تتوب يعني من زمن آدم أول من خطيئة آدم يعني فعلمنا كيف التوبة وعلمنا كيف تكون توبتنا صحيحة وعلمنا إذا جاءت هذه التوبة موافقة للشرع فإن الله يعفو عنا ويغفر ذنوبنا أمين رب العالمين الله يغفر ذنوبنا أمين رب العالمين شيخنا أستاذنا البروفيسور الدكتور عبد القادر بن عزوز شكرا جزيلا لك على هذا النزول المبارك في برنامج هل سألوا وعلى ما تفضلت به وربي يجعلنا استفدنا وتعلمنا ما تفضلت به الشكر موصول أيها الأفاضل لكم على حسن المتابعة والإصغاء أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل اللحظة بالخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة يونس ميسيلين إخراجا أنقل لكم تحيات الفريق التقني فردا بهذه المناسبة غدا بحول الله لقاء جديد نلقاكم بإذن الله رفقة صاحب الفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد القادر بن عزوز إلى ذلكم الحين أتمنى لكم أوقاتا مفيدة حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله ابقوا على الخامسة السلام عليكم.